ونواصل يزيد فقرات العدد. إذن يوم 22 جويلية يصادف في كل موسم الاحتفال بعيد الشرطة السنوي الاحتفالات بالذكرى 41، شملت برنامجا ثريا بالمدرسة التطبيقية بالسمعة، حضر جانبا منها مسعود جيشة. تميزت التظاهرات الرياضية المخلدة لعيد الشرطة بالتنظيم المحكم والأجواء الرياضية والتنافسية، واحتضنتها ملاعب وقاعات المدرسة التطبيقية بالسمعة التي وفرت كامل الإمكانيات لإنجاح الحدث. نهائيات عديدة في مختلف الرياضات برمجت بهذه المناسبة، وقد جاءت النتائج منتظرة ومتوقعة. نهائي الكاراتيه هذا العام عاد للرياضي بن سالم توفيق الفائز على منافسه مقران كمال في المنازلة النهائية. وفي رياضة الجيد والكلمة عادت لفار أحمد من مدرسة الصومعة بعد انتصاره على منافسه من نفس المدرسة بردع خالد في المنازلة النهائية. مكشن قارع فيه المرتبة الأولى في أقل من 73 في رياضة الجيدو، وفرحنا بزاف، فرحنا حتى المسؤولين تاعنا والإدارة تاعنا. في مسابقة الرمي الميدالية الذهبية عند السيدات عادت للرياضية بنت سالم إيمان من مصلحة الحماية والأمن بالجزائر، متبوعة بيحياوي سعاد من أمن ولاية بومرداس. وفي الرمي السريع المركز الأول عاد لنفس الرياضية بنت سالم إيمان متبوعة ببن طاهر سمية من مصلحة الحماية والأمن بالجزائر. نقول باللي يعني فرحانة بزاف بهذا الفوز تاع المدير العام للأمن الوطني. و انتيا كنت خير منهم ولا هما كانوا ضعاف؟ نو كاع كنا ملاح، كاع كنا ملاح بصح جات هكا. جو تري كونتونت وان شاء الله الخطرة الجاية ان شاء الله نحضروا ان شاء الله بوغ لي جو عرب ان شاء الله لاني 2004 ان شاء الله بلاكاش ما نعلقوا ان شاء الله على مدى الجزائر. النتيجة بالنسبة لي أنا مليحة وراني فرحانة بزاف كي درت هاد النتيجة، والعقوبة ان شاء الله البطولات أخرين ان شاء الله. وعند الرجال المنافسة سيطر عليها قروج ناصر من مصلحة الحماية والأمن بالجزائر، حيث فاز في الاختصاصين الدقيق والسريع. النتائج يعني فرحتنا والنيفو طلع بزاف، وان شاء الله هكذا نقدروا نشاركوا في يعني خارج البلاد على كل حال مع البلدان واحد اخرين، النيفو هذا نقدروا نروحوا به بعيد ان شاء الله. نهائي رياضه الشطرنج الذي دار في ساحه المدرسه التطبيقيه بالصومعة فاز به رياضي المدرسه النصريه نبيل. الفترة المسائية خصصت لنهائي كرة القدم الذي حضر وزير الشباب والرياضة السيد محمد علالو ومدير المدارس والتعليم السيد قارة أبو حدبة ومدير مدرسة الصومعة السيد شرقي. جمع فريقي مديرية الموارد البشرية بحيدرة وفريق الوحدة التاسعة للأمن بأرزيو، وعادت فيه الكلمة في الأخير لفريق أرزيو بواقع هدفين لهدف واحد في مباراة ميزتها الأجواء الرياضية الكبيرة. وختام هذه الاحتفالات كان توزيع الجوائز والميداليات والكؤوس على الفائزين والمشاركين وبعض الضيوف. هنيئا للمتوجين.